طيب هتكلم معاكم على المباراه الاولى. اسوان اخر مباراه فاز على غزل المحله في ملعبه 2-1، عنده من النقاط مع مدربه الكابتن ايمن الرمادي 25 نقطه في المقابل فيوتشر. اخر مباراه كانت في البطولة الكونفدرالية وحقق مكسب غالي جدا على الجيش الملكي المغربي في ملعب السلام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. في الدوري آخر مباراة لعبها كانت أمام الإسماعيلي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في استاد الإسماعيلية. عنده من النقاط 39 نقطة في المركز الثاني بنفس رصيد بيراميدز، وماشي بشكل مميز جدا الموسم الحالي مع الكابتن علي ماهر. المباراة الثانية هي مباراة الساعة 7 مساء، هتكون جماهيرية في المقام الأول. هيكون طرفها نادي الزمالك اللي هيستضيف نادي إمبي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، لأنه دوافع الفريقين مختلفة تماما. الزمالك عنده من النقاط 33 من 19 مباراة في المركز الخامس، وبأكد عليها. نادي الزمالك في المركز الخامس، ده مركز مش طبيعي أبدا لنادي الزمالك. أعتقد انه الدوافع لازم تكون مختلفه عند نادي الزمالك النهارده، وضعيته صعبه قوي، متاخر جدا عن مراكز القمه. اخر مباراه لعبها كانت في البطوله الافريقيه امام الترجي، وسجل فيها حضور مميز جدا ورائع. بنتمنى ان احنا نشوف نادي الزمالك بيبني على ده. شايفين معاكم على الشاشه دي مباراه إمبي والزمالك في الدور الاول، وطبعا كان زي ما شفنا نادي الزمالك يعني قدر ان هو يتعادل وقتها مع فريق إمبي بنتيجه هدف لكل فريق. طيب فوز غالي ومهم فاز بيه نادي الزمالك على الترجي، وهو الاهم من بدايه الموسم الحقيقه، يعني بنتيجه 3-1 لعب ونتيجه، وبنتمنى نشوف نادي الزمالك بيبني على النتيجه دي في مباراه اليوم امام فريق إمبي في مسابقه الدوري المصري ممتاز. ليه؟ فكره احياء الامال. نادي الزمالك لعبته أحيوا الأمال مرة تانية من جديد في التأهل للدور ربع النهائي. آخر مباراة في الدوري كانت أمام بيراميدز، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. وطبعا مع كامل احترامنا لفريق إمبي، ولكن بنقول إنه دوافع الفريقين بتكون دايما مختلفة. دوافع فريق نادي الزمالك صعبة قاسية، بيمر نادي الزمالك بمشاكل كتيرة جدا وعدم استقرار خلال الفترات اللي فاتت، واكيد جمهور الزمالك شايف انه وضعيه اللي فيها الفريق في المركز الخامس صعبه وقاسيه جدا عليهم. اما بالنسبه لإمبي فإمبي بالتاكيد بيحاول. فكره تغيير المدربين واكتر من مدرب من بدايه الموسم ده مأثر بشكل كبير جدا على النتائج، ولكن بنتمنى نشوف استقرار وانه فريق إمبي يرجع لمكانته الطبيعيه، يكون في استقرار في النتائج، لانه بشكل عام دايما قلنا انه مش الحل الاول هو تغيير المدير الفني، ولكن لازم يكون في تغيير في المنظومه في الفكر، ويكون دايما الحاجه دي بتيجي من عند اللاعب. هقول انه مليون في الميه مستر جيزوالدو فيريرا هيدخل مباراه النهارده وعقله وباله في موقعه الجمعه امام شباب بلوزداد في الجزائر. دي المباراه اللي هيتحدد بناء عليها نتيجتها موقف الزمالك الاخير في دوري ابطال افريقيا. علشان كده وارد نشوف النهارده بعض التغييرات في طريقه اللعب، ممكن ان هو يبتدي يشرك بعض اللعيبه، وارد كمان ان احنا نشوف نفس التشكيل اللي بدا مباراه الترجي بيه. نشوف في حراسه المرمى محمد صبحي من بدايه المباراه قدامه حمزه المتلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، احمد فتوح. خط الوسط من الوارد نشوف محمد اشرف رؤى، نبيل عماد دونجا، وسيف فاروق جعفر. اما عن الخط الامامي فاحمد السيد زيزو ومصطفى شلبي، واخيرا مهاجم وحيد هيكون سيف الدين الجزيري. في المقابل فريق إمبي محضر ايه وموقفه عامل ازاي؟ نادي إمبي موقفه لا يحسد عليه. الموسم ده لعبوا 20 مباراه، فازوا في 4، اتعادلوا في 5، خسروا 11. عندهم من النقاط 17 في المركز ال 15. اتغير عليهم زي ما كنت بقول لكم 3 مدربين من اول الموسم. الكابتن احمد كشري كان معاهم، بعد كده رحل الكابتن احمد كشري، جه الكابتن طلعت يوسف، رحل الكابتن طلعت يوسف، جه الكابتن تامر مصطفى. اخر مباراه في الدوري خسر من النادي المصري بنتيجه 2-1، ولكن بنقول دايما كل التوفيق، لسه الموسم طويل، لسه في امل عند كل الانديه. سهل انك انت تحسن
نتيجتك ووجودك وأدائك من مكان في الدوري لمركز تاني سريعا. مفيش مباراة سهلة أبدا، ومفيش مباراة مبقاش بالنسبة لنا بنقول إن المباراة دي هتعدي مرور الكرام. لما بتتفرج على بعض المباريات لازم دايما بتقول إنه مفيش فريق ما عندوش نجم، كل الفرق بقت عندها زخم من النجوم، وسهل قوي إنك ترجع بالنتيجة تغير أدائك، تحسن من أدائك وتغير مكانتك في مسابقة الدوري.